تعتبر المسام الواسعة من المشاكل يلي دائما نسمع عنها، يلي ممكن تكون مصاحبة لمشاكل تانية بالبشرة مثل حب الشباب ولمعان الجلد، وبيكون الشكل غير مرضي وغير مقبول. ومن هون تبدأ رحلة البحث والتساؤلات عن العلاج الأنسب لهي المشكلة. اليوم رح نقدم لك مجموعة من النصائح والمعلومات يلي بتساعدك إنك تتخلصي تماماً من المسامات الواسعة مع دكتور ريهام البيب، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بعيادات وان كلينك. مساء الخير دكتور ريهام، اهلا وسهلا، شرفتينا ومنورتينا. واليوم عم نحكي عن واحدة من المشاكل يلي فعلا بتعاني منها صبايا كتير وايضا شباب كتير، وهي بتكون محرجة جدا ومزعجة جدا للصبية او حتى الشاب، المسامات الواسعة. امتى بنقول انه هذا الشخص او هي الصبية بتعاني من المسامات الواسعة؟ في الأول خليني أقول إن المسامات الواسعة دي حاجة طبيعية جدا، ومن المفروض إن الجلد بيحتوي على مسام، لكن مش من الطبيعي إن المسام دي تكون واسعة وملحوظة وممكن تضايق المريض. والحقيقة دي من أكتر المشكلات اللي بقينا بنتسأل عليها في العيادات يوميا، حتى كمان بالنسبة للبنات والأولاد على سيان، يعني الاتنين بيشتكوا من نفس الشكوى في أغلب الوقت. مثل ما عم تقولي يا دكتورة، يمكن بالفترة الأخيرة صرنا عم نشوفها منتشرة كتير، وصرنا عم نشوف إنه الأشخاص قبل ممكن كانوا مثلاً يطنشوا الموضوع، لهلأ صار الموضوع في له كتير حلول وطرق سريعة لحتى نتخلص من المسامات الواسعة. ولكن خلينا نعرف شو أسبابها، يعني شو الأسباب اللي بتخلي هاي المسامات تكبر أو توسع؟ طيب خلينا في البداية نشرح للناس هي عبارة عن إيه. أوكي. المسامات الواسعة دي عبارة عن قنوات للغدد الدهنية اللي موجودة في الجلد بشكل طبيعي. لما بيزيد إفراز الدهون في الجلد، وده بيبقى عن طريق إنه طبيعة البشرة بشرة دهنية، فبيزيد إفراز الدهون في الجلد، تبتدي القنوات دي أو المسام دي توسع علشان تبتدي تطلع الدهون الكمية الكبيرة اللي تم إفرازها بشكل مفرط. دكتور، في عنا مثلا لو بالعائلة في عنا وراثة، أو مثلا مامة الصبية أو الشاب عندهم مسامات واسعة، في عنا طرق وقاية من المسامات الواسعة من قبل ما تظهر؟ طبيعي طبعا، الوقاية خير من العلاج في كل الأحوال. زي ما اتفقنا هما حاجتين، أولا زيادة إفراز الدهون، فلازم أستخدم روتين يومي يقلل إفراز الدهون ومخصص للبشرة الدهنية، سواء الغسول أو المرطب أو العلاج، بلس اني لازم استخدم واقي الشمس عشان امنع تكسير الكولاجين بشكل مستمر، لانه تكسير الكولاجين هو ده من احد برضو اهم الاسباب اللي بتؤدي الى اتساع المسام. فكمان لازم نبقى مخليين بالنا انه استخدامنا لواقي الشمس نكرره كل ساعتين لو احنا بنتعرض لشمس بشكل مستمر، وبالصيف تحديدا، حتى لو نحن ما لنا قاعدين تحت اشعه الشمس مباشره، ولكن اذا نحن قاعدين بمكان مشمس مفروض انه نحن نجدد الواقي الشمسي لحتى نقدر نحصل على افضل نتيجه منه. طيب دكتور، خلينا نقول انه اجت لعندك صبيه على الكلينك عندكم بوان كلينك وعندها مسامات واسعه، كيف بتكون خطه العلاج او شو هو البروتوكول يلي ممكن نتبعه معها لحتى نقدر نساعدها تخلص من هاي المشكله؟ في الحقيقة بصي، احنا عندنا في وان كلينيك بروتوكولز كتير جدا مختلفة، بتبتدي من بداية تنظيف البشرة بشكل عميق واستخدام تقنيات وأجهزة وانرجي بيز ديفايسز بتعتمد على تقنيات الراديو فريكونسي أو الليزر علشان نقدر نحسن بيها كواليتي الجلد. فبروتوكول العلاج دايما بيبقى متضمن حاجتين، روتين يومي للبشرة الدهنية لازم تمشي عليه، لأن هو ده اللي بيقلل من إفراز الدهون، وحتى كمان بيشيل الإكساس أويلز أو الدهون الزيادة اللي بتبقى جاية بيها وبتبقى مديها لمعة في الوش وبتبقى مضايقاها جدا. صح. بلس إنه بعد كده بنبتدي نشتغل على التقنيات أو الانرجي بيز ديفايسز اللي ممكن تساعدني لحل المشكلة من جذورها. طب دكتور، لو كان في عنا مشكلة مصاحبة للمسامات الواسعة مثل حب الشباب أو غيرها من المشاكل الثانية يلي ممكن تصيب البشرة، نبتدي بعلاج المشكلة ولا ممكن نلجأ لعلاج المسامات الواسعة؟ لا طبعا نبتدي بعلاج المشكلة، لأن الناس اللي بتبقى بشرتها دهنية بتبقى عرضة جدا لطلوع حب الشباب، فبالتالي
لازم نبتدي في علاج حب الشباب الاول وبعد كده نبتدي نعالج المشكله. كمان احيانا في بعض الاوقات الناس اللي عندها حب شباب بيسيب لها اثار زي ندبات او الوان، وده بيبقى علاجه برضو متضمن من ضمن الحاجات اللي بنعملها علشان المسام الواسع. طب دكتور، يعني مؤخرا صرنا عم نسمع في كتير تقنيات حديثه صارت موجوده وايضا موجوده عندكم بمركز وان كلينك بتساعد على زياده النضاره والحيويه وايضا علاج المشاكل يلي ممكن تصيب البشره، منها الديرمابن والفراكشنال ليزر. خلينا نحكي عن هدول التقنيتين وامتى بنلجا لكل واحدة فيهم. اوكي طيب، خلينا نقول في البدايه انه الديرمابن والفراكشنال ليزر من الحاجات اللي هي تولز مهمه جدا لينا في العياده. احنا دايما بنعتمد على التقنيات المايكرو نيدلينج في علاج المسام الواسعه بسبب ان هي بتحفز افراز كولاجين جديد في الجلد. أوكي. لانه المايكرو نيدلينج نفسه بيعمل انجري صغيره في الجلد وبالتالي بيساعد ان خلايا الجلد تكون كولاجين جديد تملا اماكن اللي حصل فيها الليجنز. المايكرو نيدلينج الحقيقه في منه انواع مختلفه، واللي احنا بنفضل نستخدمه سواء الديرمابن او المايكرو نيدلينج ار اف او الفراكشنال ار اف، وده مصطلح يمكن جديد شويه طبي ويمكن تخصصي اكثر، مشان هيك نوضح للصبايا اللي عم يحضرونا الفرق بين كل تقنيه وامتى بنستخدمها. طيب في البداية المايكرو نيدلينج لوحدها هي استخدامنا للديرمابن أو الديرمابن 4 اللي هو النوع اللي احنا بنستخدمه عندنا في الكلينيك. أوكي. وده بيبقى تحفيز للكولاجين اللي موجود في الجلد علشان يقفل المسام اللي موجود يلي عم نشوفها مع المشاهدين على الشاشة. بالظبط. وبعد كده الاختلاف عن الفراكشنال ار اف او الراديو فريكونسي. قبل دكتور، هو ماله مؤلم يعني مشان نطمن الصبايا؟ ابدا ماله مؤلم ونتائجه رائعه وسريعه، وبتبلش الصبيه بتحس على طول بالفرق من اول جلسه. هي مش بتحس بالالم لان احنا بنبقى محضرين الحاله بشكل كويس جدا، تبقى حاطه بنج قبلها بفتره، وهو كمان مش بيكون مؤلم قوي. يعني احنا حتى عندنا القدره ان احنا نقدر نظبط الدبث او العمق بتاع النيدلز بشكل يكون غير مؤلم ابدا بالنسبه للبيشنت، وبتحس بفرق يعني في خلال يومين او ثلاثه بالكثير، وبيستمر الايفكت على جلسات على مدار فتره طويل. التقنيه الثانيه اللي هي الفراكشنال راديو فريكونسي، ودي الحقيقه احنا بقينا يمكن بنفضلها عن الفراكشنال ليزر العادي، لان الحقيقه هي ملهاش داون تايم. داون تايم بمعنى انه البيشنت بتعملها وممكن بالليل تخرج او تاني يوم الصبح تكون في شغلها، مفيش اي اثر بيكون موجود على وشها، مش بتحتاج تقعد في البيت فترات طويله ووشها بيقشر او ممنوع تتعرض للشمس. لا، هي تقنيه بتدينا يعني نتائج كويسه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت بتوفر ان البيشنت تقدر تعيش حياتها بشكل طبيعي. وهي النقطه اللي بتميزها عن الفراكشنال ليزر، لانه يس. عاده الفراكشنال ليزر بيعمل حروق وندبات بالزبط. والتهاب، وبدنا اسبوع لحتى نتشافى نعيد. فممكن بالزبط. يكون الموضوع مزعج لصبايا اذا عندهم بالزبط. شغل او جامعه. بالظبط كده. والحقيقه هو كمان في فكره الراديو فريكونسي او الموجات الصوتيه اللي بتطلع من النيدلز لما بتدخل جوه طبقات الجلد، ودي من اكتر الحاجات المحفزه لافراز كولاجين من الخلايا الجلد او الفايبروبلاست. طب دكتور، هل ممكن الصبيه تحتاج لاكثر من جلسه ان كان ديرمابان ولا فراكشنال، ولا لا ممكن من اول جلسه تستفاد في حال كانت بس للنضاره او ما عندها مشاكل؟ في حاله النضاره فقط جلسه واحده بتكون كويسه جدا وبتحس كل امتى لازم نعملها؟ يعني مثلا كل كوارتر، كل 3 شهور، للحفاظ على الشكل النضر بتاع الجلد. لانه كمان احنا بنعمل حاجه، احنا بنضيف بعض الفيتامينز والمكونات المغذيه جدا للجلد، واللي بتطفي نضاره وبتوحد لون البشره اثناء هذه الجلسات، فبتدي افكت هايل جدا. ولو ان الحالات اللي بيكون عندها ندبات او مسام واسعه بشكل كبير بتحتاج اكتر من جلسة على مدار فترات، ودايما بنقول للبيشنت ان احنا بننتظر الايفكت في خلال شهر او شهر ونص، وحقيقي هي بتحس بفرق من اول سيشن، ولكن الاوبتيمم ريزلتس او النتيجه المطلوبه ممكن يكون بده وقت، خاصه أطول. بكل الامور اللي بتخص البشره والشعر دكتور، هن فعلا بدهم وقت، ولازم نكون كثير مخليين بالنا من الاجراءات اللي عم نعملها لحتى نقدر نحصل على نتائج ايجابيه ما تكون عكسيه. تمام. عم نشوف مجموعه من الصور مع المشاهدين عن حالات، خبريني اكثر دكتور عن هي الحالات وشو استخدمنا معهم تقنيات. الحقيقه الحاله
البلد دي من الحالات المميزة جدا، يعني استخدمنا فيها بروتوكول كامل. الله. بداية من على النضارة والجمال يلسار بشكة. فرق معاها جامد قوي. بداية من ان احنا عملنا تنظيف طبي عميق للبشرة الاول علشان اعمل ازالة لكل الدهون، بعد كده ابتدينا نشتغل بالليزر الكربوني، بعد كده ابتدينا نشتغل بتقنية الراديو فريكونسي او الفور بلس، بعد كده ابتدينا نعمل بقى كوكتيل من المايكرو نيدلينج لوحدها والمايكرو نيدلينج. الله، ينفع نعمل كوكتيل من كل التقنيات الجميلة دي؟ ده أوكي. اكيد، بالعكس، انت دايما لما بتعملي تو ديفرنت تكنيكس بتستفادي بطريقتين مختلفتين وبيدي افكت احلى بكتير من اني استخدم تقنيه واحده. طب دكتور، رح نبلش نستقبل اسئله جمهورنا لحتى نعرف الاجابات الطبيه من حضرتك. لكن اللي عنده سؤال للدكتوره يتفضل. تفضل دكتور، ازاي اقدر افرق بين الجهاز او العلاج من دكتور لاخر؟ بصي، هي دي بتعتمد على حاجات كتير قوي الحقيقه، بس اهم حاجه ان احنا لازم نعرف خبره الدكتور، اقدميه المكان اللي انا رايحاه، ابص كويس قوي على الاجهزه اللي موجوده ويعني تاريخ تصنيعها، بقاله قد ايه، مش اجهزه قديمه، كل الكلام ده بيبقى مهم قوي. واهم حاجه واخطر حاجه انك لازم تبقي ما تحطيش نفسك تحت ايد حد ما يكونش طبيب مختص. مهم قوي قوي قوي. كتير كبيره وبصير منها مشاكل كتير عند كتير طبعًا. صبايا بدل ما يحلوا المشكله بصيروا بمشكله اكبر. ده حقيقي. دكتور يا باشا، اختي مسامها واسعه جدا واستخدمت تقشير اكتر من مره ومفيش نتيجه. طيب خليني اقول لك انه التقشير بيشيل الطبقه السطحيه بتاعه الجلد وبيحسن جدا الكواليتي وبيحسن كمان تغيرات الالوان اللي في الجلد، ولكن هو مش سبيسيفيك قوي لعلاج المسام الواسعه قوي. في الحاجات دي بالذات انا ببقى محتاجه تقنيه تشتغل على افراز كولاجين جديد ويكون كمان فيها حاجه تقلل او تضعف من كميه افراز الدهون بتاعه الغدد الدهنيه اللي في الجلد. عشان كده احنا بنحب قوي فكره المايكرو نيدلينج والمايكرو نيدلينج ار اف. الكوكتيل اللي كنا عم نحكي عنه، حبيته كثير لهي الكلمه الكوكتيل. ايضا عندنا سؤال جديد، تفضلي. طب ممكن نعرف اسعار الجلسات الخاصه بالمسامات الواسعه؟ الحقيقة الأسعار بتختلف من شخص للتاني، لأنه طبيعي أن كل مريض بيتعمل له بروتوكول متفصل على مقاسه، أقدر أختار فيه على حسب كل حالة إيه هي الأجهزة اللي هشتغل بيها وعدد الجلسات اللي أنا هعملها، فبالتالي السعر بيبقى مختلف تماما من شخص لآخر، من حالة للتانية وحسب قديش هاي الحالة بتحتاج بالزبط. عناية وكوكتيلات. بالختام بدي اتشكرك كتير دكتورة ريهام على وجودك معنا، بدي اتشكرك على كل المعلومات والإجابات المهمة اللي قدمتيناها أنا وكل الصبايا. شكرا كتير، شرفتيني ونورتيني. شكرا لكم جدا، وكنت مبسوطة على وجودي معك. أهلا وسهلا.